المشاهدين لسماع هذه الحلقه. شكرا لك ابا الحكم بالفعل خلصنا عشرين وباقي لنا بس اربع حلقات عشان ننهي الكتاب ويكون جميل جدا احنا ما هو الكتاب اصلا موجود في في ملف خاص فيه بالبلاي ليست اذا تشوف طالعون بالبلاي ليست اكو كل الحلقات كلها موجوده تحت نفس البند دهنك المخادع وسيكون جدا جميل يعني بعد ما ننتهي منه نسوي حلقه نجمع يعني ارائنا وكذي على كل اللي حصل فهمناه من من او اكتسبناه من الكورس خصوصا ان هذه بالنهايه هي مو انك انها تعطيك معلومه ولكن تبين لك كيف تشغل اليات الفكر النقدي، ممكن بعد ما تخلص نبعثها لاصحابنا ولغيرنا علشان غيرنا يستفيد، واذا هنالك من يستطيع يقرا الانجليزي انا طبعا نمبر 1 او افضليه عندي انك تقرا الكتاب بالانجليزي، otherwise يعني احنا نحاول قدر ما نقدر فلنبلش الان في الحلقه 21 خل اشوف ال... ال... نعم دهنك المخادع الدليل العلمي لاليات التفكير النقدي الفصل الواحد والعشرون التسويق والاحتيال والاساطير الاساطير الشعبيه في هذا الفصل يبدأ ستيفن نوفيلا بالتساؤل يقول لا أعرف عنك أنت لكنني يوميا تصلني رسائل آلية احتيالية الكثير منها تسويقية لبضائع غير مطلوبة لكنها تحتوي على ما كان يسمى بالماضي بالرسائل المتسلسلة أو chain letters هذه الرسائل قد يطلب فيها المرسل أن أرسل نقود مثلا لشخص ما بمكان ما أو يحاول بها أن يؤثر على آراء السياسية وسواء كانت هذه الرسائل للتحايل أو رسائل شعبوية أو تسويق آلي أو حتى دعايات تجارية فنحن اليوم غارقون بسونامي من المعلومات الخاطئة التي هي نتاج للدوافع الشخصية لأصحابها في محاولة منهم لكي يضللونا بطريقة أو أخرى فالخطب الرنانه المؤثره والبروباغندا الاعلاميه والتسويق يبدو انها كانت متواجده دائما معنا بتاريخنا البشري منذ بدايه الاتصال بين الافراد، لكنه تزايد في وقتنا الحالي بتفجر عصر التكنولوجيا وما قدمته في مجال شبكات التواصل الالي. لا يوجد شك بأن العقدين الماضيين شهدا أحدث ثورة في كيفية حصولنا على المعلومة عن طريق الإنترنت أو الشبكة العالمية للاتصالات والذي قاد بدوره وبطرق عدة إلى ديمقراطية المعلومة أي السمح بالتساوي بالفرص بين جميع الأفراد سواء كانت هذه الفرصة في خلق المعلومة بذاتها أو في سهولة الوصول إليها وبالمقابل وبإضطراد بإطراد المتزايد قلت حاجتنا للمحررين ولمراجعي النص فأصبح هؤلاء لا قيمة أو عمل لهم اليوم كما انخفضت أسعار النشر بصورة ملموسة فهل بإمكاننا أن نتصور كيف سيكون حالنا بعد عشر أو عشرين سنة أو أكثر من الآن؟ استخدام شبكات التواصل الآلي صار مثله مثل الهجره الجماعيه لبراري الغرب من اجل الحصول على المعلومه من كل حدب وصوب بدون اي تمحيص او تدقيق، فكل راي وكل انحياز وكل اجنده اصبحت لها فرصه متساويه بالنشر في الشبكه، وهذا ما يجعلنا بحاجه لمبادئ اليات التفكير التفكير النقدي اليوم اكثر من اي وقت مضى وذلك لكي نحافظ على بقائنا في هذا الجو الخانق من المعلومات الخليطه بين الغث والسمين من الرسميه وتلك المضلله. فاليوم لا احد يفلتر المعلومات لنا كما كان الوضع بالسابق لان عدد المحررين او مراجعي النشر والذين كانوا هم فلترنا اصبح في تناقص مستمر. اليوم أي شخص ممكن أن ينشر مدونة خاصة به على الإنترنت ويكتب ما يشاء وحتى الكتب ممكن أن تنشر واحدة تلو الأخرى كلما تطلب الأمر وبتكاليف زهيدة يعني ليس كل من كتب كتاب صار مفكر وكاتب وتنويري وصار من الأسهل كثيرا أن تجد معلومات تناقض بعضها البعض واستخلاص الجيد منها صار يشبه البحث عن مسمار في كومة قش ويتطلب منا ان نبدا في تشغيل فلاترنا الخاصه فلاتر اليات التفكير النقدي حتى نتمكن من اخذ القرار في اي المعلومات يمكننا الثقه بها وبمصادرها واي منها منحازه وربما حتى خبيثه وبهذا الفصل نتمنى ان نتعلم كيف نفعل ذلك لنبدا اولا بالبحث في ما يسمى برسائل السبام أو لصخام إن أحببت أن تسميه، وهي الرسائل العديدة التي تمطر علينا ولا فائدة يرجى منها، فنوجهها لملف خاص بها لكي لا تعمل ازدحام أو احتقان لبريدك الشخصي. يقول المؤلف بأنه يصله يوميا الكثير من هذه الرسائل، بعضها مجرد إعلانات تجارية أو سياسية. والبعض الاخر من, اللو... من النوع الذي يقصد من وراءه الابتزاز او الاحتيال وقد يكون خبيث عندما لا يتبين القصد منه مثال بسيط على احدها والذي قد يكون الكثير منكم حصل على ما يشابهه هو ما يشابهه هو هذه الرساله البريديه هذه الرساله تقول ساعدني شريكي بان ارسل لك الدفعه الاولى بمبلغ 7500 دولار أمريكي حسب تعليمات الحكومة الماليزية والسيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة طبعا هذا كان قبل عشر سنين وذلك بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في ماليزيا لتكون أنت أحد المستفيدين والرسالة تستمر لتقول بإمكانك أن تطالب بالمبلغ الخاص بك بالكامل والذي هو بقيمة 820 ألف دولار وكل ما تحتاجه هو شهادة إثبات تحتوي على بعض البيانات الخاصة بك. هذه النوعية من السبام معروفة باسم التحايل النيجيري، وذلك لكون المصدر للكثير منها يبدأ في العادة بنيجيريا، وهي أيضاً معروفة باسم تحايل 491. والرقم هذا يعني الكود أو الشفرة الخاطئة. هذا مع العلم بأن هذه الوسيلة للتحايل ليست جديدة. فتاريخها يرجع إلى العشرينيات من القرن الماضي أي أقدم بكثير من زمن الإنترنت وكانت تنتشر مع الرسائل التقليدية أو ما نسميه بالسنيل ميل لكن مع ظهور الإنترنت وانتشار الرسائل الإلكترونية صارت القدرة على إرسال الملايين من الرسائل الإلكترونية وبسعر جداً منخفض لا يتطلب جهداً أكثر من كبسة زر وزادت معها باطراد رسائل السبام وصارت أكثر شعبية وأكثر تكرار حتى غدت تجارة تصل قيمتها السنوية اليوم أو قبل يعني عند عمل آخر تعديل الكتاب آه وصلت قيمتها السنوية إلى خمسة بليون دولار وبديهياً فالكثير من رسائل الاحتيال احتيال يعتمد فيها أصحابها على طمع وسذاجة ضحاياه فبواسطة الإيميل يستطيع المحتال أن يراسل الملايين من مستهدفي للبحث عن من يبلع الطعم فإن أجبت على الرسالة فسيكون قد كسب هو الجولة الأولى ثم يقوم بعدها بالطلب منك أن تدفع ثمن بمبلغ ما لكي تحصل على شهادتك والتي بالطبع سيقوم هو بإصدارها بالمعلومات التي ستعطيها أنت عن نفسك ومن ثم يزيد في طلب المال بقوله أن هنالك معضلة ما وتحتاج أن تدفع مال لرشوة مسؤول معين كي لا تعرقل أمورك وهكذا ولا ينتهي الأمر عند ذلك بل سيستمر طالما تستمر أنت في مراسلته وكلما بعث له مبلغ من المال سيظهر لك شيء جديد بالأفق تحتاج أن تدفع له مبلغ معين كي تزيله لكي تحصل على وعشرين ألف دولار ليس ذلك وحسب بل بعض رسائل الاحتيال يحاول بها اصحابها ان يقنعك بالسفر الى مطار احد دول العالم الثالث لكي تستلم حقائب كبيره من هذه الاموال، والغايه طبعا من وراء ذلك هو ان يختطفوك ويطالبوا بثمن اطلاق سراحك من عائلتك، وهذه حصلت كثيرا يعني. لننتقل الان لمثال اخر اقرب الى محيطنا الشرقي. في عام 2009 ظهر على الانترنت خبر زواج جماعي في غزه لعدد 450 فتاة اعمارهن اقل من عشر سنوات، تم اكراههن بالزواج لرجال في منتصف العشرينات من العمر، فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم بين عدد لا نهائي من مدونات وايميلات وصفحات الفيسبوك. وهذا النوع من الاحتيال هو أقرب لنشر الأساطير الشعبية بين الناس من كونه تحايل مقصود لكنه مع ذلك تحايل بل هو تحايل خبيث فلا بد أن من اخترع الخبر هو شخص يعرف أنه وبسبب انحيازاته الشخصية والعقادية افترض فرضية لا يستطيع تبريرها فاعتمد على سذاجة من يساعده بدون قصد على نشرها أو قد يكون قد اخترع تفاصيل من لا شيء وقام بنشرها بالأساس لمن يشاركونه بالفكر ولديهم نفس الانحيازات فانتشرت بسرعة البرق وصارت بايرل وكلما يعيد الآخرون إرسالها لأصدقائهم سيعتقد هؤلاء بأن المعلومة صحيحة لأنها أتته من أكثر من مصدر دون أن يدركوا أن المصدر شخص واحد فقط ليس لديه أي دليل على ادعائه غير صوره لعده فتيات صغار واقفات بصف مع شباب اكبر بالسن او مع من هم ازواجهن المزعومين. في الواقع هذه النوعيه من الايميلات ليست غريبه على البعض وخصوصا من ينتمي الى اليمين الامريكي المتزمت والمتعصب. واذا كنا نتكلم عن الولايات المتحده طبعا هنا ايضا الكثير مما تشابهها في الجبهه الاخرى من المسلمين، لكننا نتحدث عن هذه القصه بالذات والتي حاول البعض استخدامها لنشر الكراهيه ضد المسلمين. فهؤلاء بالتاكيد يعرفون عن زواج القاصرات عند المسلمين، وليست هذه هي القضيه، لكن نشر خبر ملفق بقصد الابتزاز العاطفي والتحزب بجهه ضد جهه اخرى هو لب المشكله. لكن لحسن الحظ، فالإنترنت لا يقدم فقط المادة المضللة. فالديمقراطية باستخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع تقدم لنا الجيد والخبيث من المعلومات. فإن قمت بعمل بحث بسيط، فسوف ترى بأن هناك الكثير من المواقع التي تفضح هذه الأساطير الشعبية والإيميلات الاحتيالية. عندك على سبيل المثال موقع يسمى هوكسلير أو إبادة الحيل. وهذا الموقع به كل المعلومات التي تساعدك على ان تضع هذه الايميلات وشاكلتها في منظورها الصحيح. ورجوعا لقصه الزواج الجماعي للقاصرات، فلقد كان بالفعل هناك زواج جماعي اقامته حماس في غزه في سنه 2009، اي ان الصوره كانت صوره حقيقيه ولم يتم او الصور كانت صور حقيقيه ولم يتم التلاعب باي منها. لكن الفتيات الصغيرات بالصوره لم يكن عرائس بل كنا صغيرات من اهالي الازواج، معظمهن اما اخوات او من بنات العائله القريبات من الشباب وهذا نوع من ثقافه المنطقه حيث تتزين الصغيرات بالملابس المبالغ بزينتها وتحملن الورود بحفلات الزفاف. لكن كيف نعرف ذلك ما هو الدليل على ما نقول الدليل هو ما شاهده مراسلون غربيون من الذين كانوا مدعوين لهذا العرس الجماعي وهم أكدوا هذه الحقيقة وعلى حقيقة أن أغلب العرائس كانت أعمارهن أكبر من 18 سنة وأن أصغر واحدة منهن كان عمرها 16 سنة في الواقع كان هناك الكثير من المؤشرات الكافيه لتشغيل رادار التشكيك بصحه الخبر في هذه الرسائل لكن يبدو انها لم تشتغل لدى العامه الذين اعادوا نشر الخبر احد هذه المؤشرات كانت النبره السياسيه والعاطفيه التي طغت بحيثيات الخبر وكذلك حقيقة أن الخبر لم يلحق بروا بروابط أو مصادر ثقة، فالصورة فالصور بذاتها لا تعطيك المحتوى الواضح لسياق الخبر، وممكن أن تضع احتمالات عدة في الوقوع بالخطأ في التفسير، وخصوصا لو انتشر بين جماعة مختلفة ثقافيا. وقد تعتقد بأنه من غير المحتمل أن تمرق مثل هذه القصه على الاعلام العام دون التاكد منها لكن للاسف هذا لا يحصل دائما. صحيح انه لا يوجد بهذه الرسائل ما يثبت ان القصه غير حقيقيه لكن عدم وجود الادله الكافيه عليها كان يجب ان يرفع مستوى الشك بها لدى من استلمها. ويقول المؤلف ان الموضوع برمته لم ياخذ منه سوى دقيقتين من البحث على الانترنت لكي يحصل على كل المعلومات الضروريه لكي يضع القصه بسياقها الصحيح، لكن اغلب من استلم هذه الرسائل يقومون اوتوماتيكيا وبكل بساطه باعاده ارسالها قبل ان يقوموا اولا بعمل التحري اللازم والذي مع وجود التكنولوجيا لن ياخذ منهم اكثر من خمسه دقائق. على الأقل التأكد من أن المعلومة ثقة وذلك لأنه غالبا ما يكون أحدهم ممن قد وصلته الرسالة قد تعنى بالفعل في عمل التحري المطلوب عنها وبالتفصيل وقام بنشرها لتحصل أنت بدورك من يعني أنت لا تحتاج أن تعمل كل التحري والبحث في أصل القصة هنالك من يعمل التحري عنه فقط أنت تبحث عن هؤلاء على أقل تقدير ما يجعلك أكثر حذراً من تقبل الادعاء كما هو ناهيك عن المساهمة في نشر معلومات خاطئة وعموماً ليس دائماً ما تكون المعلومات المخلوطة هدفها أيديولوجي أو سياسي لكنها مع ذلك قد تلعب على وتر الخوف المشترك بين الأفراد في مجتمعاتنا فنحن على سبيل المثال نخاف من انتشار السموم في الهواء وخصوصا ان كنا نعيش في مجتمعات صناعيه او بتروليه ونخاف من الثقب الاخرين الذين يحضرون لنا الطعام كلما اكلنا بالمطاعم ونخاف من الغزو على حدودنا ونخاف على مبادئنا الاساسيه عند الاختلاط بالغرباء سواء كنا اهل البلد او لاجئين وكذلك نخاف مما قد يضمره الاخرين تجاهنا فتعمل هذه الاساطير والحكاوي الشعبيه التي تنتشر بيننا ببث هذا الخوف او التوتر او تعمل زوم على ما هو بالاساس سائد بمجتمعاتنا من مخاوف. مثال اخر على هذا التحريض تحريض نجده فيما صار الان مثالا كلاسيكيا على ايميل ايميلات السبام وهو عباره عن خبر انتشر بوجود لصوص للكلى البشريه. والقصه تقول بان شخصا ما كان برحله عمل فقابل امراه في غايه الجمال في بار الفندق فاخذها لغرفته بعد شرب عده كؤوس من الكحول ولم يعرف ما جرى له بعد ذلك لانه صحي باليوم التالي ليجد نفسه في حوض الاستحمام المملوء بالثلج بالحمام كما شعر بالام ولاحظ وجود ندوب ظاهره في ظهره وتبين له بعد ذلك بأن أحد كليتي قد اختفى سرد القصة بهذه الصورة يوحي لك بأنه قد تم استدراج الرجل للغرفة بالهوتيل لكي تتمكن المرأة المزعومة من سرقة أحد كليتي بعملية جراحية كي تبيعها طبعا في السوق السوداء يقول المؤلف أنا دائما أتساءل عندما أسمع قصص كهذه لماذا لم يقل لص الأعضاء البشرية بأخذ كل الأعضاء بالجسم فهذا بالتأكيد كان سيرجع عليه بمال أكثر وكذلك لن يكون هنالك من يشهد عليه على أي أي حال قصص كهذه لا تسمعها في العادة من الشهد الأول بل دائما أو, أو الضحية بل دائما ما تحدث لصديق الصديق وعندما تتحرى عن المصدر فلا تصل ابدا للمصدر الرئيسي وغالبا حتى يتم نشرها من قبل المحررين في الجرائد والمواقع الالكترونيه من الذين لم يقوموا بدورهم المفروض بعمل الدراسه الاستقصائيه للماده المنشوره لكي يتاكدوا بان القصه حدثت بالواقع ام لا قبل ان يقرروا نشرها وهنا مثال آخر لقصة حدثت منذ زمن قريب. هل سمعت بأنك لو تركت همبرجر من الوجبات السريعة خارج الثلاجة لمدة شهور فلن يتعفن؟ عندما يقول لك أحدهم ذلك فهو يريد أن يوحي لك بأن الهامبرجر مملوء بالمكونات الاصطناعية والحوافض وهذا طبعا هذا الهامبرجر من من الوجبات السريعه وهذا سبب عدم عفنه ان تركته من غير تبريد كما هو الحال مع الطعام العادي لكن لك ان تتصور ما يسببه ذلك من السموم في بدنك عندما تاكله مع وجود كل هذه الحوافظ والكيمياء في مويات فيه. وقد يطرأ على بالك أن تقوم بالتجربة بنفسك فتستغرب عندما تجد أن كلامهم صحيح فالادعاء بأن الهامبرجر لن يعفن هو, حد هو إلى حد ما ادعاء صحيح لكن المشكلة بالتفسير الذي أعطوه لهذه الظاهرة ولكي يكون اختبارك أكثر دقة فعليك أن تضيف عليه بعض الشروط لكي تستثني أي أسباب أخرى لعدم العفن ومن مثل أن تشتري لحم عجل مفروم يكون به نسبة اللحم إلى نسبة الشحم مية المية من السوبر ماركت وهذا بالغالب نفس النسبة في لحوم الوجبات السريعة وعليك أن تعمله قطع بنفس سمك الهامبرجر الجاهز ومن ثم تطبخه وتتركه معرض لهواء الغرفة وترى ما يحدث له. وهنا تستطيع أن تعمل المقارنة الأساسية بينه وبين همبرجر الوجبات السريعة الذي اختبرته بالسابق هذه الطريقة جيد تكون جيدة للمقارنة وللسيطرة على المتغيرات البديهية من مثل سمك الهمبرجر درجة الطبخ عفوا <applause> أي هل هو مطبوخ ولدان أو ميديوم أو رير وهل يوجد الخبز معه أو أي مكونات أخرى وهل كان محفوظ في وعاء مغلق ام معرض للهواء بدون وعاء وهكذا وعندما يتم عمل مثل هذه المقارنات فانك ستجد بان اي قطعه هامبرجر يتم طبخها جيدا لن تتعفن وخصوصا ان لم تكن في وعاء مغلق وسبب ذلك وبكل بساطه هو انه لا يوجد بها سوائل فقطعه الهامبرجر اليابسه لن تتعفن وفي الواقع فان هذه هي الطريقه المستخدمه في حفظ اللحم منذ زمن بعيد، فهكذا يتم تصنيع البيف جيركي اذا انت كنت في السوبر ماركت الامريكيه دائما ترى عند الكاونترز تلقى بيف جيركي او انواع مثل السلم جيم وغيرها، وكذلك نرى الشعوب الافريقيه تعمل مع لحم الاضاحي بالحج، يعلقونها وينشفونها بعدين لما يرجعون دولهم يعني يطبخونها ويرجعون لها السوائل، لكن في حال لو كانت قطعه اللحم قد تم الاغلاق عليها في وعاء محكم لدرجه ان الرطوبه تتكون داخله وتمنع تيبس القطعه، فالعفن المتوقع سوف يحدث بالتأكيد. نفس الشيء ممكن ايضا ان يحدث لو كان الهامبرجر سميك او لو لم يتم طبخه جيدا بحيث يظل به بعض السوائل. الخلاصه انه ليس هناك مواد اصطناعيه او اي رو... اي امر غريب او مخيف في هامبرجر الوجبات السريعه بل كل ما هنالك هو ان درجه عفونته تعتمد على مكوناته من السوائل والان دعونا نلقي الضوء على خرافه غذائيه اخرى شائعه بين الناس وهذه تتعلق بالسكر الصناعي اسبرتين قد تكون قد سمعت بان أسبرتيم مسؤول عن الكثير من الامراض والاعراض المرضيه، فهذه الرساله منتشره منذ 1998 بين الناس وبها ادعاء بان الاسبرتين مسؤول عن وباء التصلب المتعدد او الملتيبل وداء الذئبه ومرض شلل الرعاش اللي هو باركنسونز ديزيز وامراض كثيره اخرى. و تضيف الرسالة بأنه عندما تزداد حرارة الأسبرتيم عن 86 درجة فهرنهايت فكحول الخشب في الأسبرتيم سيتحلل عندها إلى فورمالدهايد اللي هو غاز له ريحة نفاذة وهذا بدوره يتحول إلى حامض الفورميك أو حمض النمل أو النمليك الذي يسبب الحماض الهضمي أو ميتابوليك أسيدوسس أي زيادة حموض الدم وهذا يسبب تسمم الجسم بالميثانول والذي هو من الكحوليات السامة أعراض التعرض لهذه الكحوليات السامة السامة كما تقول الرسالة تشبه أعراض مرض التصلب المتعدد وداء الذئبة ولذا فالكثير من الناس يتم تشخيصهم بالخطأ بهذه الأمراض في حين أن السبب الرئيسي لها هو تسبب بسبب الأسبرتين الذي تناوله طبعا هذا الادعاء يبدو مخيفا لمن يقرا الرساله التي غالبا ما يذيلها اصحابها بتحذير من استخدام الاسبرتين مع ادعاء بانك لو كنت تشتكي من اي اعراض مرضيه فقم بالتوقف فورا عن استخدام الاسبرتين فتزول بكل بساطه هذه الاعراض. هذا مع العلم بان الاسبرتين كان ولا زال مصدق على سلامته للاستهلاك البشري من قبل اداره الغذاء والدواء بالحكومه الامريكيه اف او فود اند من قبل سنوات عديده لكن وحتى يمرر المحتال هذه الحقيقه فعليه أيضا أن يدعي بأن هناك مؤامرة تحدث بالخفاء بين المصنعين للأسبرتيم والتجار والمجامع الطبية ومن يتبعهم من الأشخاص الذين يقومون بالبحوث العلمية وكذلك دي FDA والسبب هو لكي يخفوا هذه الحقيقة البشعة والخاصة بتسميم الأسبرتيم عن عموم الناس ويضيفون بقولهم يبدو بان وسائل الاعلام الرئيسيه اما تكون هي الاخرى مشتركه بهذه المؤامره او انها غير كفؤ لتحمل مسؤوليتها البحثيه وذلك لكي يبرروا عدم اعلان هؤلاء لقصه التسمم بالاسبرتيم نهائيا طبعا وهكذا تكبر نظريه المؤامره وتصبح مؤامره عالميه وعلى افتراض ان ذلك كله صحيح. ماذا عن الوكالات العالميه لتنظيم الادويه؟ ما رايها بكون اكبر منظمه صحيه امريكيه تتامر ضد مصلحه الناس؟ ام هي ايضا متضلعه في هذه المؤامره؟ للاسف في الولايات المتحدة الأمريكية وبصورة عامة لا ينظر الأمريكي خلف حدود أمريكا فيعتقد بأنه لو كانت FDA متورطة في المؤامرة فهذا كل ما يحتاج إليه لكي يثبت بأن ما يدعيه صحيح لكن لو سعينا لمعرفة صحة هذا الخبر بتشغيل قدراتنا النقديه فهناك وبصوره حرفيه يوجد المئات من الوكالات التنظيميه في كل انحاء العالم تقوم وبصوره انفراديه باختبار الدلائل العلميه ونشر نتائجها الخاصه على العامه، ويوجد هناك علماء في مؤسسات اكاديميه في جميع انحاء العالم من التي تقوم هي ايضا وبصوره انفراديه بعمل تقييم لهذه الدراسات. وكل وكالة تنظيمية من التي نظرت إلى البيانات الخاصة بالأسبرتيم بالأس... وصلت إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الـ FDA والتي تقول بأن تناول الأسبرتيم لا يشكل أي خطورة على الاستهلاك البشري. ويجب ملاحظه ان المواقع التي تبث الخوف العامه من الاسبرتيم تحتوي ايضا على ادعاءات اخرى تفتقد جميعها الى المصادر العلميه الثقه وذلك لانه وبالاساس تكون ادعاءاتهم معتمده على الحكاوي الشعبيه او قال فلان وذكر علان ولذا فقصصهم يوجد بها الكثير من المطالب والمؤشرات التي من المفروض ان ترفع درجات الشك لدينا عند قراءه هذا الادعاء ومن يبحث او يكون جاد في البحث في هذا المجال سيرى بانه توجد العديد من المشاهدات والدراسات التجريبيه التي تنظر الى مدى صحه التسمم بالاسبرتين فعلم فعلم دراسات الامراض الوبائيه (epidemiology) لم يجد اي صله بين استخدام الاسبرتين واي مرض أو أمراض أو أعراض مرضية وقد تتذكرون عندما تطرقنا إلى أنواع مختلفة من الأدلة العلمية وذكرنا أننا نستخلصها من العلوم إما من العلوم التجريبية أو من العلوم المعتمدة على المشاهدة أو الأفضل حتى أثنينها معا يعني لأن واحدة تعطينا على المستوى الصغير ودراسه على المستوى الصغير واحد تعطينا على المستوى الكبير فعلم الامراض الوبائيه يعتمد على الدليل المشاهد فانت بكل بساطه تشاهد ما يحدث بالعالم وتدرسه وتعمل به الاحصائيات وهكذا ونتائج هذه الاحصائيات تقول بان الناس الذين يستهلكون الاسبرتين ليسوا معرضين للخطر باي درجات للاصابه بمرض التصلب المتعدد او الذئبه او مرض اخر او اي مرض اخر يزعم انه يتسبب هذه الحقيقة مدعومة أيضا بالدراسات التجريبية التي يقوم بها الباحثون بإعطاء جرعات معينة من الأسبرتين لبعض الأشخاص وعلى مدى زمني ليشخصوا بعد ذلك تأثيره عليهم وفي بعض هذه التجارب قام الباحثون بإعطاء بعض الأشخاص جرعات تعادل مئة مرة أكثر مما يقوم الناس بالمتوسط بتناوله يومياً ولم يجدوا أي دليل على التسمم نهائياً لكن ماذا عن ادعاء أن الأسبرتين يتحلل إلى الفورمالدهايد؟ كلمة الفورمالدهايد وقعها جداً ثقيل على الأذن لكونها تطلق على منتج كيميائي مخيف يستخدم في حفظ الأنسجة العضوية. هذا الادعاء أي أن الأسبرتين يتحول عند رفع درجات الحرارة إلى فورمالدهايد صحيح لكنه مضلل. وذلك لكونه لم يوضع في سياقه الصحيح، لاحظوا هنا كيف يتم خلط السم بالعسل او لصق الادعاء بالعلم الادعاء المزيف بالعلم. الجسم يقوم بامتصاص معظم تحليلات او الاسبرتين. وهنالك الكثير من مختلف الانواع من المواد الناتجه عن الاسبرتين. وجزء قليل جدا من هذا الناتج يتحول الى الفورمالدهيد وهذا علميا صحيح لكن ما تحاول الرساله او يحاول الموقع عمله لتخويفك من الاسبرتين هو عدم التطرق لحقيقه كون الفورمالدهيد ايضا ينتج من العمليات الهضميه الطبيعيه في الجسم اي فقط لكونك حي ترزق فجسمك ينتج كمية قليلة من الفورمالدهايد بصورة طبيعية، والكمية القليلة الزائدة أو الناتجة من استهلاك الأسبرتين هي بالواقع كمية تافهة، ولا يوجد لها أي تأثير على الجسم من, من من الذي ممكن أن نستطيع قياسه، وعموماً فادعاءات كهذا على الإنترنت كثيرة وغير متناهية وتجدها في الثقافة العامة لكل الشعوب. ويقول المؤلف بأنه شخصية يواجه يوميا الكثير ممن يسألونه عن صحة ادعاء أو آخر من هذه الشاكلة وعليه فلا يمكن أن نتطرق لها كلها هنا فهي أكثر من أن تحصى ولذلك فأنت تحتاج أن يكون لديك بعض المعالجة الذاتية أو الآليات لكي تقيم هذه الإدعاءات بنفسك وحتى تقيم هكذا ادعاءات بصورة نقدية فهناك بعض المبادئ والتي تعتمد أغلبها على الحس العام تستطيع من خلالها أن تؤسس عليها تقييمك للادعاء أولا انظر للمصدر هل المصدر هو فقط شخص واحد بعث لك رسالة إلكترونية هل المصدر لموقع يبدو أن له انحيازات أيديولوجية دينية أو أي نوع من الانحيازات سياسية وتبر هل يبدو المصدر عاطفي أو محرض على الخوف أم هل هو لمؤسسة علمية أكاديمية محترمة أو وكالة حكومية متقيدة نوعا ما بشفافية معقولة ثانيا عليك أيضا أن تضع بعين الاعتبار مدى كون الادعاء محتمل الحصول أم لا بما في ذلك ما يترتب عليه من أمور في حال كان الادعاء صحيح ففي قصة الاسبرتين مثلا يمكنك ان تتساءل بانه لو كان الادعاء صحيح فاين هم الباحثون والمؤسسات الاكاديمية ومنظمات الصحة العالمية من هذا الموضوع او يمكنك ان تضع بعين الاعتبار الاحتمال العلمي على مدى صحة الادعاء بدراسة ما يتنبأ به ان كان صحيحا ام لا وهذا احيانا لا يكون سهل فمع فمع الاسبرتين مثلا والتي هي ماده استهلاكيه واحتمال ان يكون عليها بعض التراتبيات السلبيه امر وارد لكن هنالك بعض الادعاءات الاخرى التي يقل احتمال ان تكون صحيحه ثالثا حاول ان تجد مصادر اخرى ومن مواقع متعدده لترى ان كان هناك اجماع للراي بين الباحثين ولا تقف أبداً عند المصدر الأول الذي تجد لديه الإجابة على أي سؤال أو إدعاء دائماً ارجع على الأقل القليل من المصادر المتعددة الأخرى لترى ماذا يحدث رابعاً يجب التأكد بالطبع أن جميع مصادرك لا ترجع كلها لمصدر واحد فمع الأسف الكثيرون لا يتأكدون من الخبر عندما يستلمونه فيقومون بإعادة إرساله أو نشره فيبدو وكانه مصدر مختلف بينما هو مجرد اعاده النشر لنفس المصدر فتاكد بانه توجد مصادر اخرى قامت بتقييم الخبر او الدراسه بصوره منفرده ووصلت لنتائجها دون التاثر بالمصدر الاول وان كانت نتائجها واحده فوقتها فقط يمكنك الاطمئنان بان الخبر على الاقل يمكن الاعتماد عليه لننتقل الان لبعض الاستراتيجيات التسويقيه العامه التي تستغل اخطاؤنا الادراكيه والعاطفيه لشراء ما لا نحتاج اليه، وكيف يمكننا ان نحمي انفسنا منها ببعض من التفكير النقدي. ففي المحاضرات السابقه تطرقنا الى سيكولوجيه الايمان والانحيازات الادراكيه العامه. وضعفنا الطبيعي في الامور المجردة والعمليات الحسابيه وغيرها كل تلك الظواهر ممكن ان يتم استغلالها لكي يتم التلاعب عليك كي تشتري بضاعه انت بالواقع لم تكن لديك النيه بالاساس لشرائها في الواقع هناك مجلات متخصصه في علم التسويق البحثي وكيفيه التلاعب السايكولوجي بالزبون لكي يتم زياده المبيعات ولنبدا بمثال بسيط، لماذا عندما تدخل الاسواق الامريكيه ترى الكثير من البضاعه مسعره مثلا بصوره 19 دولار و95 سنت وليس 20 دولار؟ وهذا الامر كما يقول المؤلف كان دائما ما يقلقه، فهل بالفعل التسعير بهذه الصوره يعني 19 و95 سنت وليس 20 دولار يزيد من مبيعات المنتج؟ هل الناس بهذه السذاجة ليعتقدوا بأن السعر 19 و أقل بصورة كبيرة من 20 دولار؟ الجواب في الواقع هو نعم، فنحن لدينا ما يسمى بالانحياز للرقم الأخير من اليسار، فهذا الرقم يؤثر على تقديراتنا غير المتوازية أو غير المنطقية لتسعير أو تقييم الشيء. بعض الباحثون يعتقدون بأنها خاصية موروثة وتتعلق بمدى قدرة أدمغتنا على تشغيل كميات, من كميات كبيرة من المعلومات بذات الوقت هل تتذكرون ما ذكرناه سابقا عن حاجة أدمغتنا في أن تبسط الأمور المعقدة بصور أو بصورة مبالغ فيها؟ نحن نميل للتركيز على آخر رقم باليسار يعني واحد هنا في في 19 في مقابل 2 بال ومعالجته بادمغتنا وعدم الاهتمام بالارقام الاخرى بنفس الدرجه مع ان الفرق النهائي في السعر هو مجرد 5 سنت. ونفعل نفس الشيء مع الأودامتر او عداد المسافات في السياره المستخدمه عندما عندما ننوي شرائها فسعر التجزئه للسيارات المستخدمه ينخفض بصوره كبيره عند كل 10000 درجه زائده. فالسيارة التي يكون بها العداد يساوي 29950 ميل على الأودامتر نحن نعتقد بأنها ذات قيمة أكبر بكثير من السيارة التي بها العداد يساوي 30000 ألف ميل مع أن الفارق هو فقط 15 ميل أي تقريباً يعني 18 كيلو والخلاصة هي أن هذا الأمر بالفعل يؤثر على قراراتنا الشرائية وكيف تعمل أدمغتنا عند تقييمنا للشيء البائعون ايضا يستغلون حاجتنا الى احترام الذات او الى الاحتفاظ بعزه النفس وبالذات الحاجه بان نبدو وكاننا متناسقين مع انفسنا وغير متناقضين في عيون الغير فالبائع ممكن ان يسالك هل تعتقد بان هذه الخاصيه في البضاعه المطروحه ممكن تكون مفيده لك او هل تعتقد ان هذه الخاصه عمليه وسيسالونك اسئله عن البضاعه التي يحاولون بيعك اياها وان يجعلوك تتفق معهم بان هذه الخاصيه بالفعل مفيده او نعم هي مهمه او نعم احب هذه الخاصيه وبعدها لو صممت على الا تشتري البضاعه فهذا يجعلك تبدو متناقض مع نفسك فانت لا تريد شراء شيء قلت عنه مهم بالنسبه لك. وهذا في كثير من الأحيان يكون كافيا للتلاعب العاطفي على الزبون وإجباره على شراء شيء لم يكن يريد شراءه بالأساس وأقصى حدود هذا التلاعب يكون عندما يلجأ البائع إلى استخدام استراتيجية الورقة الأخيرة أو ما يسمى رسميا بالوصول للمعارضة الأخيرة فالمسوقون والبائعون بالواقع يتم تدريبهم على استخدام هذه الاستراتيجية في بعض الأحيان وهذه الاستراتيجية هي كالآتي بعد أن يقوم البائع بكل الحيل لإقناع الزبون بشراء البضاعة وحل جميع العقبات التي تعيق الصفقة ولم يبقى إلا المعضلة الأخيرة فسيقوم البائع عندها بسؤاله إن لم توجد هذه العقبة أمامك فهل ستقوم بالشراء؟ فإن قال الزبون نعم سأشتري لكن لهذا السبب بالذات لن أستطيع ذلك فسيقوم البائع بطريقه او اخرى بازاله هذا العائق ايضا، فيقول له طيب انا ممكن اساعدك بعمل بعض التعديلات بحيث نتغلب على هذا العائق ونزيله، ما رايك؟ ومن ثم سيعطيه الحل، والان ان لم يشترى الزبون البضاعه فسوف يكون وضعه محرج، لانه سيبدو وكانه كذب على البائع بقوله بان هذا هو السبب الوحيد لعدم الشراء، ونحن كبشر نفضل عندها أن نبتلع الطعم ونشتري البضاعة على أن نبدو غير متسقين مع نفسنا أو أنفسنا أو متلونين. الكثير من قراراتنا الشرائية، وكما هو الحال مع معظم القرارات الأخرى، تحدث باللاوعي. فهل تتذكرون من المحاضرات السابقه ما ذكرناه عن انحيازاتنا الادراكيه والطريقه التي نشغل بها المعلومات بادمغتنا معظم هذه العمليات تحدث باللاوعي والتسويق يبحث بالطرق التي يستطيع بها التاثير على العمليات التي تتم في اللاوعي واغلب عمليات الشراء او قراراتنا الشرائيه تحدث بسبب التحفيز، واحد المصادر تقول بانه تقريبا 80% من جميع مشترياتنا تكون بسبب التحفيز، وتقريبا 60% من مشترياتنا بالسوبر ماركت تكون ايضا بسبب هذا التحفيز، يعني ان هذه المشتريات لا تكون نتائج عمليات بحثيه او مخططه بصوره مسبقه او عندي مثلا ليست احط عليها الاشياء اللي احتاجها. لكن تكون قرارات لحظيه، وشخصيا انا دائما ما اترك السوبر ماركت مع بضاعه كثيره لم تكن في قائمتي او في الليست اللي, اللي وهذا التحفيز يسمح للعوامل السيكولوجيه بان تلعب دورا عظيما في قراراتنا الشرائيه، ومثال على ما ذلك ما تحدثنا عنه في المحاضرات السابقه من استراتيجيه الترسيخ الارشادي او انكورنج هيورستيك والذي هو الظاهره التي تجعل الفرد يشعر وكانه عند مساومه البائع فاخر ثمن قال انه مستعد ان يقبله يبدو رخيصا عندما يقارنه بالسعر الذي حدده البائع كسعر الاساس، يعني تقييمنا للبضاعه معتمد على السعر الذي يضعه البائع بالاساس وليس على القيمه الفعليه للبضاعه. يعني مثلا يقول لك هذه اخر شيء انا اوصل له مثلا 50 دولار انت تقول له مثلا 45 والبضاعه يمكن ما تسوى 45 ما تسوى حتى 20 لكن اذا هو قبل بان انت تروح لل 45 فانت ستحسب بانك كسبان. هناك استراتيجية تسويقية للتأكيد على قيمة البضاعة بقول البائع بأنه يضمنها وأن رضائك سيكون مؤكداً أو تراها في الدعايات تقول Your satisfaction is guaranteed وأحياناً يكون هذا الضمان هو إرجاع المال الذي دفعته إن لم تعجبك البضاعة وهذا سيبدو لك وكأنه يخفض من حجم المقامرة عند شراء البضاعة والاستراتيجية التسويقية أخرى تكون في تخويف الزبون من مشاكل غير حقيقية فيقول فيقولون له هل تعاني من المشكلة سين مثلا ولا يهم إن كان سين مرض وهمي أو أنه مرض نادر الحدوث وقد لا يعرف ما هو المرض سين فهم لا يشرحون له ما هو سين و ولا يريدون حتى أن يعرف ما هو هم فقط يريدون أن يقول سأشتري هذا البصر بضاعة وأطمن بالي ولا أقلق بالي بهذه الأمراض التي ذكرتها هناك تلاعبات سيكولوجية أخرى أحدها هو اللعب على وتر الإحساس بالذنب فهل سبق وحصلت على رسالة تحوي على طلب للتبرع مرفق معه ظرف عليه عنوانك الشخصي وطابع هذه الأظرف الشخصية أنا حصلت كثير تحصل معنا أني بأمريكا هذه الأظرف الشخصية لا يستطيع أي إن كان استخدامها غيرك أو قد تصل إليك رسالة بها طلب للاشتراك في دراسة مسح بالإضافة إلى دولار أو شيك بقيمة دولار أو اثنين هذه الهدايا المجانية مقصود منها هو تحفيز الشحور بالذنب لديك لتملأ متطلبات المسح أو أن تبعث بالتبرع الذي يدعونك إليه وهذا ليس بالأمر الغريب على المؤسسات الخيرية في محاولة منها بأن تحصل على تبرع مثلا بمبلغ 20 دولار في مقابل ما قامت بالصرف على ظرف لا يزيد عن 50 سنت. وكذلك كنا قد تطرقنا إلى التسويق المتعدد المستويات أو MLM Multi Level Marketing في المحاضرات السابقة عندما تحدثنا عن ضعفنا الطبيعي في العمليات الحسابية وذكرنا بأن التسويق المتعدد المستويات ما هو إلا مخطط هرمي يقوم به البائعون بتوظيف ناس آخرين في المستوى الذي يليهم بالهرم وذلك لكي يبيعوا المنتج ويحافظوا على استثمارهم بالشركة ولكي يعوضوا عن السعر الذي صرفوه عليها وبهذه الطريقة فكل شخص منهم سيخلق تحته مستوى خمسة أو ستة أو سبعة من البياعين الذين يتكفلون بهم في مقابل بيعهم للمنتج وذكرنا مدى ضعفنا بالحساب في تقدير العدد المهول الذي سيتشكل بعد ذلك وب... يعني يعني والحجم الذي ستأخذه هذه الشركة لأنك عندما تقوم بعمل الحساب فإنك سترى بأنك مع سبعة أو ثمانية أو تسعة من المستويات المتكررة في خطة التسويق المتعدد المستويات فأنت تحتاج لتوظيف كل شخص على وجه الأرض وعليه فهذه الخطط تتكسر رياضياً بصورة سريعة وأي مساحة ستكون؟ مشبعة بصورة فورية بالبائعين وبالطبع أي شخص ممكن أن يكون بائع لكن هنالك جوانب الأخرى في التسويق المتعدد المستويات غير عن الحجم من التي يظهر بها التلاعب فعلى سبيل المثال في تركيبة ال MLM أو التسويق متعدد المستويات يحول الزبائن إلى قوة تسويقية فمن الاسهل اقناع الاخر بقيمه البضاعه ان اصبح على هذا الاخر ان يقنع الاخرين بنفس مناقبها. وعندما عندما يتحول الزبون الى بائع فانت تحولهم الى زبائن مخلصين جدا، فاكثر من 95% من الام ال من هم من الزبائن الذين تحولوا لبائعين. وهم في الواقع يخسرون بهذه التجاره او لا يكسبون شيء من هذه الصفقه لانهم في الواقع ليسوا الا زبائن موهومين يشترون البضاعه لاستخدامهم الشخصي او فقط لكي يحافظوا على حصتهم بالشركه فهم يضطرون لشراء البضاعه حتى لو لم يكن لديهم اي فرصه للربح اللهم الا ان يكونوا قد دخلوا الشراكه في وقت مبكر من تاسيس الشركه او كان مستواهم في اعلى السلم الهرمي للمالتي ليفل ماركتين بعض او الكثير من شركات الامل يبيعون ما يسمى بزيت الحيه وهذا الزيت صحيا مشكوك بأمره وبالادعاءات الصحيه لفوائده التي لا تستند على اي ادله علميه وزيت الحيه يباع بالكثير من الاماكن وصارت له شعبيه مضطردة بين العموم ويرجع سبب تلك الشعبية جزئيا للقوانين المتساهلة على الأقل في الولايات المتحدة وهي غالبا ما تدعي بأمور تكاد لا تصدق والتلاعب هنا يكون في دغدغة الرغبة عند الزبون في تحقيق أمل معين أو wishful thinking من مثل إنقاص الوزن بدون بذل أي جهد وغيرها من الأمور وأحياناً تلجا هذه الشركات الى نظريات المؤامره لكي الكبرى لكي تبعد اي شك شرعي بالبضاعه فان سالتهم بانه لو كان بالفعل انقاص الوزن بهذه السهوله اي بدون رياضه او التقليل من السعرات الحراريه في الاكل او ان كان السرطان مرض ممكن ان نتفاداه او نعالجه بهذه السهوله فلماذا لم نسمع بذلك بوسائل الأحلام الرسميه او لما لم يصفه لي طبيبي الخاص مثلا أو ما هو سبب عدم انتشار وشعبية هذا الدواء وهو في مع أنه في متناول الجميع؟ وهنا سيقولون لك أنه لابد أن هناك مؤامرة تحاك بالخفاء لإخفاء دواء مؤثر جديد. أما الأدلة على ادعاءاتهم فعادة ما يعتمد بائعي زيت الحية على شهادة الشهود أو قصص الناس، وهناك سبب جيد لذلك لأن هذه القصص هي مصيدة في الواقع. وذلك لانها تبدو مثيره جدا بالنسبه لطبيعتنا بالنسبه لنا، فنحن تطورنا بصوره تذهلنا القصص الشخصيه. في الواقع نحن نثار بالقصص الشخصيه بصوره اكبر بكثير من البيانات التجريديه والاحصاءات والرسوم البيانيه المنشوره بمجلات علميه. وهم ايضا غالبا ما يسيئون استخدام العلم او يسيئون عرض الادله العلميه، فحتى مع كون القصص مثيره بالنسبه لنا وقد لا نحتاج الى ما يؤكدها، فبعض البائعون يلصقون ادله ادله صحه ادعائهم بالعلم، فالعلم لا زال لديه الكثير من السمعه التسويقيه الجيده، فان قلت مثلا بان بضاعتك مدعومه بالعلم فهذه استراتيجيه مؤثره جدا. هذا مع العلم بأن الكثير من هذه البضاعة ليست بالفعل مدعومة علميا ولذا فهم لا سبيل لهم إلا الاعتماد الكلي على القصص الشخصية وشهادة الشهود أو باستخدام أي دليل علمي موجود وتشويهه وإساءة عرضه لجعله يبدو وكأنه يدعم ادعاءاتهم وهم يفعلون ذلك بعدة وسائل من التي قمنا بطرحها في المحاضرات السابقة من مثل انتقاء البيانات المطلوبه كما ينتقون الكرز ويسيئون تطبيقها، اي يستخدموا البيانات الخاطئه ولاسباب خاطئه، فعلى سبيل المثال هم بالعموم يستخدمون البيانات العلميه الاساسيه المستخلطه المستخلصه من انبوب الاختبار لكي يدعموا ادعاءات سريريه في الواقع. بينما لا توجد أدلة سريرية ولا دراسات لأشخاص حقيقيين لدعم هذه الادعاءات الخاصة بهم والطوائف أو الكلت هي أيضا أحد هذه الظواهر التي تستخدم التلاعب السيكولوجي بصورة مهولة فهذه الطوائف تتلاعب بالبيئة المحيطة لكي تسبب الارتباك للأفراد التابعين لها وتقوم بقصد مسبق بحرمان أفرادها من النوم مثل التهجد مثلا في الديانات او حتى حرمانهم من التغذيه المناسبه مثل الصوم وذلك لكي تقلل من الحمايه الطبيعيه للفرد ضد الطائفه وهم ايضا يقومون بما يسمى باللاف او الحب الاخوي والذي يجعل اعضائهم الجدد مقبولين بدون شروط ومن ثم يبنون ما يسمون بالرحمه والموده بين الافراد في الجماعه المنتميه ورفض غير المنتمين، اي يفرقون بين من يتم خلاصهم في مقابل من لا خلاص لهم، ويفص ويفصلون الاعضاء من عائلاتهم واصدقائهم ليخلقوا اعتمادا كليا على المجموعه. رؤساء هذه الطوائف يكونوا بالعاده افراد لهم كاريزما عاليه وهذا يشجع على استسلام الفرد له وطمس قابليته للتفكير النقدي وحرياته بالاختيار يسلم له حريته بالاختيار، كل هذه العوامل مجتمعه تتآمر كي تجعل العضو الجديد مستسلم لرساله الطائفه وان تجعله طينه سلسه في يد الطائفه وان ينقطع من كل معلومات خارجيه من التي من الممكن ان تجعله يشك او يستجوب الادعاءات او الممارسات التي تقوم بها الطائفه. هذه مجرد بعض الامثله. على المحاولات العديده للتاثير على اعتقاداتك وتصرفاتك عن طريق تلقينك المعلومات الخاطئه من قبل الجماعات الايديولوجيه والمحتالين واشخاص يحاولون بيعك شيء او خداعك لغرض شائن وحتى من قبل وحتى من قبل سوري وحتى من قبل من تكون نياتهم سليمه لكنهم هم تم تلقينهم بالمعلومات الخاطئه، كل اليات التفكير النقدي التي ذكرناها في هذا الكورس ممكن ان تطبق كل يوم لتقييم هكذا ادعاءات، لكن عليك ان تكون متشككا ليس فقط في الرسائل الالكترونيه ومواقع الانترنت، بل ايضا الاعلام العام والذي بدوره ممكن ان يكون مصدرا للمعلومات المشكوك بها، وهذا ما سنرى بالمحاضره المقبله كما ايضا سنرى كيف انه حتى المختصين والخبراء ممكن ان يقعوا احيانا في هذا الشرك. محاضره 22 ستكون عن العلم والاعلام والديمقراطيه وهذا وذلك في الجمعه القادمه، تفضل ابا الحكم انا شذي